في كل ساعة يتم تشخيص مريضاً واحداً بالسرطان في أنحاء العالم، ولطالما كان الكثير من الأشخاص في الماضي يعانون آلام المرض في ظل عدم وجود علاجات تخفف آلامهم. مركز الحسين للسرطان في الأردن يوفر أحدث أشكال الرعاية الطبية منذ أوائل التسعينات، حيث أنقذ حياة الآلاف من مرضى السرطان من كافة أنحاء الوطن العربي. وبوجود أكثر من 220 طبيب أورام واستشاري، حصل المركز على عدة شهادة اعتماد عالمية ليحتل المركز الأول في الوطن العربي والسادس عالمياً. فقام المركز باستحداث أي تكنولوجيا تصير بالعالم برا كتكنولوجيا أولاً، وكتدريب الكوادر على هذه التكنولوجيا، ومن ضمنها غرف العمليات. فأدخلنا ما نسميه بالمينيمال انفيزيف سيرجريز، اللي هي التداخلات الجراحية دون تأثيرات كبيرة وسايد إفكتس على المريض. الآن معظم العمليات التي نقوم فيها بمعظم التخصصات هي تتم عن طريق المينيمال انفيزيف سيرجري، إما عن طريق المناظير أو ما شابه ذلك، وهي نقلة نوعية في طريق علاجنا للأمراض. يعتني المركز بكل مريض فريق طبي متكامل من كافة الاختصاصات، كما يتوفر الدعم النفسي والمعنوي لتخطي التجربة الصعبة. رندا شعلان نجت من المرض وعاشت تجربة شفائها في مشفى الحسين. أنا طبعاً رحت لأمريكا عشان أخذ رأي الدكاترة هناك، كل الفحوصات اللي سووا لي إياها والنتائج اللي طلعت والتشخيص اللي أعطوني إياه كان بالضبط نفس التشخيص اللي كنت ماخذته في مركز الحسين للسرطان. فقراري كان أنه أنا ليش بدي أتغرب مشان أتعالج، ليه بدي أكون بعيدة عن أولادي، فقررت أني أرجع لمركز الحسين للسرطان. وبصراحة كان قرار جدا سليم، لأنه أول إشي بأمريكا بتحسي حالك رقم، ينادوكي بالرقم وبيعالجوكي، هون بتحسي حالك إنسان. ومن خلال صناديق الخير والزكاة نجح هذا المركز بخفض نسب الإصابة بالسرطان عن طريق الكشف المبكر، كما يوفر معالجة شاملة معنوية وطبية من دون استثناء. فما بين عامي 2003 و 2015 عالج المركز ما يقارب 1400 مريض. كما تم تأسيس برنامج رائد لزراعة نخاع العظم الذي سيوفر زراعة الخلايا الجذعية لأكثر من 4000 مريض سرطان جديد، ويدعم آلاف المرضى الأقل حظاً. هذا الروبوت من الآلات الفريدة والوحيدة في الوطن العربي لتجميد والحفاظ على الخلايا الجذعية. كان عندنا طفل مصاب بمرض السرطان، واستطاعت الأم أن تفكر ببيبي جديد. أثناء عملية الإنجاب استطعنا الحصول على الخلايا الجذعية من المشيمة. قمنا بعملية تجميع الخلايا الجذعية من المشيمة أثناء الولادة. بعد هيك تمت معالجة الخلايا، بعد هيك استخدمناها في زراعة النخاع العظيم كانت لهاي المريض، والحمد لله مشيت الأمور وتمت عملية الزراعة بنجاح. وضمن جولتنا في مركز الحسين للسرطان تحدثنا والتقينا مع أبطال نجوا من المرض. أنا كانسر فايتر، كان معي كانسر من نوع أوستيوساركوما، بون كانسر بالعظم. وبعد ما يعني آخر الحلول أو آخر إشي بيقولوا عليه هم، كان أفضل حل اللي هو البتر. مركز الحسين من أفضل الأماكن ممكن واحد يلاقي فيها العلاج المناسب له، من ناحية المعاملة الطبية، معاملة الكادر الطبي. أي إشي بدي إياه أقعد وأحكي الموضوع، كنت كثير أقعد مع الدكتورة يعني أقعد نص ساعة بس إنه نحكي بالموضوع اللي بدنا نحكي فيه. حسيت روح في إيدي يمين بينهم، من اللي بجي هون بتعالج بمركز بحس حالي يعني في أمان من بفضل الله وبفضل المركز، يعني قمت الحمد لله. السرطان يغير حياتنا، لكن الأمر راجع لنا لنقرر كيف سيكون هذا التغيير. ديانا نعملي، صباح الخير يا عرب، MBC.